أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب أن الإدارة اتخذت كافة الاستعدادات لتكثيف التواجد المروري على شوارع المملكة خلال عيد الفطر المبارك وبخاصة المساجد والجوامع والمجمعات التجارية ومواقع الأنشطة والفعاليات. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور أنه سيتم مراقبة متغيرات الحركة المرورية من خلال الأنظمة الذكية والدوريات المتحركة والشرطة الراجلة وأشار إلى أن الخدمات المروريه ستكون متوفره الكترونيا عبر موقع الحكومه الالكترونيه وتطبيقات الاجهزه الذكيه ويمكن للمراجعين انهاء معاملاتهم والاجراءات المروريه بشكل فوري على مدار الساعه